بعد ما خرجنا من المحل ديال الاثاث اللي معروف اللي صورت لكم فيه المطابخ وصورت لكم فيه كذلك سميتو كل ما كيتعلق داكشي ديال الجرده اش كيقولوا الطوابل الكراسه داكشي ديال الجرده خرجنا لقينا الشتا كتصب ها شوفوا سبحان الله الجو كيف داير سبحان الله العظيم غمام شوف غمام ديال الامطار شوف قوس قزح قوس الالوان استغفر الله العظيم ما خصناش نقولوا قزح قزح اسم ديال اله من الالهه ديال الرومان داكشي ديال الالياده والاوديسه داك التاريخ ديالهم لي تاريخ كله لا حول ولا قوه كله عندهم ها اله الشمس ها اله الشمس ها اله القمر ها اله المطر ها اله الحب ها اله استغفر الله العظيم نحن لنا اله واحد نؤمن به هو الله سبحانه وتعالى ولا اله الا هو وحده لا شريك له لم يلد ولم يولد حنا نخالف جميع الديانات نحن نوحد الله سبحانه وتعالى بغيت نوريكم الاجواء كيف دايره ها هو قوس الالوان ها هو سبحان الله العظيم هنا باللغه اللاتينيه كذلك ما كيسميوه بانه راه ما كيسميوش كيف كنسميوه حنا بالعربيه قوس قزح قزح راه قلت بالنسبه لواحد الاسم ديال اله كان في عهد سميتو عهد الرومان يعني ما هما لا هما كيدوا على بانه قوس ديال الالوان شوف البرد اللي كاين هذيك الدور راه خرجنا لقينا الشتا كتصب ما قدرتش لاننا خرجنا ديريكتومون ركبنا في الطوموبيل وجينا ها نتوما شوف الاجواء تقلبت سبحان الله العظيم الرعد عندنا ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته نسأل الله العفو والعافية نسأل الله العفو والعافية شفتو عدة مدن إيطالية داكشي اللي وقع عليها فيضانات نسأل الله العفو والعافية لأن ملي كيكون الجو بحال هكا داينا يعني مناطق أخرى راها فيها أشياء اللي نسأل الله لطف ورحنا سمعنا بعض البلدان في العالم أنها جاتها عواصف جاتها أشياء نسأل الله اللطف نسأل الله اللطف نسأل الله اللطف أختي بغيت نوريك راه النهار كان صافي وزوين وهادي رقيقه اللهم يا ربي امطار الرحمه والمغفره ومني تسمعوا دائما الرعد قولوا ويسبح قولوا الايه القرانيه اللي كتقول ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته وهذا راه تسبيح لملك في السماء العلى تسبيح ديالو حنا كنسمعوه سبحان الله العظيم يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته
شوفوا البرد اللي كاين. هذه دايرينها لجوج اشياء. اولا عندي فيها نوستالجيا ديال الطفوله، انا اللي كنت صغيره كانوا كيشريوها ليا، كان خويا دريس ومي الزموريه كانوا كيشريوها ليا وكنت كنلعب بها. يعني كتسمي غدا كتجري وهي كدور مع داك البرد ديال الجري وكدور. كذلك عندي بها ذكرى اخرى، اننا كنا كنمشيو عند دار بابا ولد الزيان الله يرحمه ويوسع عليه، كل شيء عالم، الناس كلهم اللي كنذكرهم كلهم ناس اموات الله يرحمهم ويوسع عليهم في هذا النهار وفي هذه الامطار، الله يرحم جميع موتانا المسلمين. كنا كنمشيو كندوزو بحكم انهم خارج الدار البيضاء في الباديه، كنا كنمشيو كندوزو على الديور، كندوزو على الديور كاملين اللي كاينين في البوادي. والدار اللي كنا كنمشيو ليها ديال دار بابا كانت عندهم ثانيه وفيها هاد الفرفاره اللي كتحركها البرد وكتطلع الماء من الثانيه. يعني عندي فيهم هاد الذكريات هاد النوستالجيا. والمساله الثالثه اللي دايرينها هنايا على انها ملي كنشوفها كدور كنعرف بان البرد كاين، يعني الا كنا 10 الحوايج باش حاجه خصني نحيدهم باش ما يطيروش، بحكم اننا في البروميان يعني في الطبقه الاولى غادي يطيحوا غادي يتكرفصوا. يعني كتبان ليا كدور الا كنت ناشر شي حاجه كنحيدها. هانتوما شوفوا البرد كيف داير، نسال الله العفو والعافيه، نخليكم على خير مع قناه زموريا روكا ديتاليا. سلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.